أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المميزة. قلنا لكم اليوم دي جي أم كي صاحب أم كي شو لونج. أستاذ أم كي، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في البرنامج. حابين نعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أهلا بكم، أول شيء نورتونا، يعطيكم العافية. أهلا فيك، شكرا على الفرصة الحلوة، يعطيكم الصحة والعافية. دي جي أم كي هو محمد، العمر 31 سنة، العمر كله إن شاء الله، آمين وياك وبس. هذا حابين نعرف متى تم تأسيس الام كي شو لونج وشو كانت الفكرة فعليا من افتتاح البزنس. تمام، هو تم تأسيسها في أقل من سنة من الوقت الحالي، ويت على نسق أن أنا يعني هوايتي الدي جي، وأحب الشيء هذا بشغف كبير ما شاء الله. فتطورت المسألة انه لازم اني انا اكون لي شيء خاص فيني انا، صحيح، بستايلي انا، يطلع للناس بصوره حلوه، اكيد انه ما يكون يعني بصوره مشابهه لاي حد في نفس المجال، طبيعي، وتاسس على هالمسار. حابين نعرف كمان السبب اللي خلاك تختار دبي كبدايه لمشوارك في كرجل اعمال. هاي ما يبالها سبب. دبي منبر لكل المنصات، لكل شيء، لكل ذره، هي البداية لكل شيء. فهذا السبب اللي خلاني اني انا افتح في دبي او اني ابلش في دبي. طبيعي، طبعا المنافسة قوية، منافسة شرسة جدا في مجال بشكل عام بجميع مجالات البزنس في دبي. حابين نعرف الشيء اللي بيميز ام كي شو لونج عن باقي المنافسين. زين، هالسؤال فنان. اللي يميزنا نحن طال عمرك ان اول شيء انا مختلف عن باقي المنافسين الثانيين، لان احس ان اغلبهم يسوي نفس روتين. الشغله، إيه بس انا مختلف على اللي اقدمه، لاني طورت في الموسيقى ان تطلع الموسيقى بشكل افضل على منسوق راب. يعني اللي كان يسمعها قبل يسمعها ان الراب شوي مختلف، صح، وبيتات مختلفه. انا طورت هالشيء، وفي قبلي ناس طوروا يعني هالشيء واشكرهم، هم منافسين لي بس نفس الوقت اصدقاء. ف قد ما أقدر أن أحاول أوصل هالصورة بطريقة صحيحة أو بشكل مختلف يعجب الناس. طبيعي. حابين نعرف كمان عن الجداول اليومية اللي بتعملوها، هل في حفلات أسبوعية يومية؟ كيف نظام العمل عندكم في أو ساعات العمل في MK Show Lounge؟ تمام، نحن شركة مش بس خاصة في اللونجات أو النايت كلابس، نحن شركة بعد خاصة في الإيفنتات والكونسرت. شغالين على هالنسق، نحن شغالين بشكل يومي هني في دبي. طبعا برا حسب الاماكن، يعني مثلا في السعوديه كل شهرين او شهرين ونص نسوي كونسرت. تمام، على حسب الاماكن كذي. طبعا هذه كلها تابعه هي لشركه، تابعه لشركتي، شركه ام كي، اسمها ام كي شو. ام كي شو، حابين ندخل شوي بالتفاصيل عن ام كي شو. نوعيه الحفلات او لنحكي نوعيه الايفنتس اللي بتنظموها، هي ايفنتات موسيقيه، هي ايفنتات موسيقية ممكن توصل للاعراس، كيف ممكن احنا نوصل؟ لا، نحن ما ندخل لا في الاعراس ولا المناسبات الخاصه. نحن شغلنا كله رسمي، نفس ما قلت لك بشكل يومي، ونفس الوقت نتداخل اكثر في الموسيقى، يعني نركز في الموسيقى اكثر شيء، بس طبعاً. لا اكثر ولا اقل. طبعا ما شاء الله عليكم، لساكم فريش بالماركت. ايه، حابين نعرف الرؤيه اللي حاطينها من ام كي شو لونج. انا والله بالنسبه لي انا، لان كل شيء يعني نحن مسوينها ام كي شو قائم على اسمي، فنحن طال عمرك مسوينها او معتمدين اكثر بهالاسم، لان احسه يعني سوى نقله جدا كبيره خلال هالسنه، وخذينا منها يعني افضل موسيقى، سوينا منها اغنيه اخذت في 2020 افضل موسيقى للسنه. فمعتمدين جدا على هالاسم وقائمين وشغالين عليه بشكل مش طبيعي حتى في الاعلانات. حابين نعرف كمان عن موضوع الامن والامان في دوله الامارات وتاثيره طبعا في استقطاب المستثمرين سواء من الداخل او من الخارج بشكل عام، وكيف ممكن ياثر على البزنس بشكل عام في جميع دوله الامارات العربيه. اول شيء انا ما جرب طبعا البزنس خارج الامارات، اكيد، وانا افتخر ان بلادي من الدول اللي انت تقدر تنام وبالك مرتاح. اكيد، الله يطول بعمر شيوخنا ويحفظهم، امين يا رب العالمين، ويعلهم ذخر يا رب. آمين. صراحه هني البزنس ماله
يعني ما تخاف 1% انه يخترب او يتكسر مكانك نفس ما نشوف اماكن ثانيه ودول ثانيه. صحيح. فالله يحفظهم ويرعاهم. امين. طبعا من هذا المنبر نحب نوجه رساله شكر لجميع شيوخ دوله الامارات الحبيبه على الرؤيه والتوجه الرائع والقياده الرشيده لهذه البلد. حابين نعرف كيفيه التواصل مع MK. تمام. التواصل عن طريق رقم الواتساب او الانستغرام او كل البيانات اللي قلت لك عنها موجوده اوريدي في السناب، فيقدرون ياخذون منها كل شيء ان شاء الله. ميم. نحب نشكرك مره اخرى على تواجدك معنا اليوم في البرنامج. الله يكرمك. الى هنا اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا المميزه لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.